خلينا نرحب بضيفنا بينضم الينا الان القاهره استاذ الاداره وخبير التنميه البشريه الدكتور رأفت يوسف. دكتور رأفت اهلا بك معنا صباح الخير. يعني في توجه كبير بالفتره الاخيره بموضوع المهارات، بس هالمره بنحكي عن المهارات الناعمه، شو هي هاي المهارات؟ طيب احنا بنقسم المهارات الى نوعين، حاجه بنسميها سوفت سكيلز اللي حضرتك اشرتي ليها المهارات الناعمه، ونوع تاني بنسميه هارد سكيلز اللي هي المهارات الفنيه الخاصه بطبيعه الوظيفه. فممكن مثلا حضرتك تلاقي مثلا مهندس فاهم كويس جدا المكن اللي بيشتغل عليه، فدي المهارات الهارد او اللي هي غير ناعمه. لكن لما تيجي تقولي له طيب مثلا قول لي انت ازاي بتعرف تتواصل مع العمال اللي معاك، او ازاي بتعرف تعمل خطه، او ازاي، فبيقول لك انا مش عارف. طب في مشكله معينه ازاي هتعرف تحلها؟ مش عارف احلها. المهارات الناعمه هي مجموعه من المهارات بنسميها سوفت سكيلز، زي مهارات التواصل، زي مهارات التفاوض، زي مهارات حل المشاكل، زي الذكاء الانفعالي، كلها مهارات بتساعد الموظف على النجاح مع الناس اللي حواليه بعيدا عن اجادته لطبيعه الوظيفه بتاعته. الشباب الصغير فاهم انه انا نجاحي بيعتمد فقط بس على ان انا راجل مثلا بشتغل في البيع فانا فاهم يعني ايه بيع، بشتغل في التسويق فانا فاهم، لا هو ده جزء من القصة، لكن الجزء الاكثر اهمية هو ازاي انا اعرف اتواصل مع الناس واحل المشاكل، يعني اجادة المهارات الناعمة. طب دكتور خلينا نقرب الموضوع أكثر للمشاهد نفهم أكثر ونطبق لربما هالموضوع، موضوع المهارات الناعمة. خليني أنا أخذ دور الموظف وراح أحكي لك المواقف وأنت أحكي لي إذا كان هذا التصرف الصح بدون أنه في أو لدى الشخص مهارات ناعمة أو لا. خلينا نبدأ بالموقف الأول. أنا مديري في الشغل عنده رأي معين بس أنا رأي مخالف لإله، هل بسكت وبتجنب أنه أتجادل معه وبخليه يمشي رأيه وخليه حتى لو كان هذا الرأي غلط؟ طيب هو حضرتك بتتكلمي على حاجة مهمة جدا اسمها مهارات الحزم، مهارات الحزم اللي هو بيسموه assertiveness. أنا دلوقتي في خلاف بيني وبين مديري، أنا لو مهارات الحزم دي قليلة عندي اللي هيقوله لي هعمله، فأنا يطبق عليا لقب إن أنا شخص سلبي. العكس لو مهارات الحزم عندي اعلى من اللازم هيبقى اسمي شخص عنيف او اجريسيف، فانا هوصل ان انا الخلاف ده هيوصل ان العلاقه اللي بيني وبينه هتوقف. لا، انا عايز مهارات الحزم تكون في السياق الطبيعي بتاعها ان انا هتناقش معاه وبشكل من الحرفيه. يا داليا هانم، يعني ما ينفعش موظف صغير يقول لي مديره يا فندم هو اتس نوت فير او مش من العدل ان احنا نعمل كذا. هنا هذا الموظف يفتقر الى المهارات الناعمه اللي تساعده انه تخلي اللي قدامه حتى لو مختلف معاه في الراي يوصلوا في الاخر الى كونكلوجن او الى حل مشترك. الشباب للأسف بياخد حاجة من الاتنين، يا إما سلبي تماما فحتى لو اتقال له حاجة غلط بيعملها، أو عنيف فبيصطدم مع مديره. إحنا عايزين مهارة الحزم اللي تساعدنا إن إحنا بس نقول دكتور لا اسمح بس لي على المقاطعة. طب نحن بنحكي عن المهارات لدى الشخص أو الجيل ذات، بس في كمان موضوع تاني هو إنه كمان موضوع المدير كيف، لأنه في مدراء ما بتقبلوا أساسا موضوع التفاوض، باب التفاوض يعني بيكون مقفول، ما بتقبلوا هذا الموضوع إنه هذا رأيي ولازم يمشي. طيب بصي يا داليا هانم، مفيش موظف بيغير مديره، مفيش موظف بيغير مديره، بس في موظف ذكي بيكسب مديره من الاول، بيبقى عنده احد انواع المهارات الناعمه الجميله اللي اسمها الذكاء الاجتماعي. فانا مديرك لو انت من الاول كان عندك نوع من الذكاء الاجتماعي وعرفت تكسبيني كويس غالبا مش هيحصل بينا خلاف. يعني مثلا هنفترض انا مديرك وانا قلت لك داليا اعملي كذا، وانت شايفه اللي انا قلته لك ده ما ينفعش يتعمل غلط. لو انت قلت له لا يا فندم وده مش صح هيحصل خلاف بيننا، لكن انت لو شخص ذكي وعندك ذكاء اجتماعي هتقولي يا فندم طيب انا هحاول في الموضوع. اخرجي كانك بتحاولي في الموضوع ويرجعي يقولي له يا فندم بس انا وجدت المشكله الفلانيه احلها ازاي، هنا هيتقبل منك اكتر. لكن لو قلت له من الاول لا يا فندم وده ما ينفعش، هيشعر انه حضرتك شايفه ان هو غلطان وبتعدلي عليه، فيعمل ايه؟ فيتشبث برايه اكتر. طيب هذا موضوع المدراء، هذا موضوع يمكن نتركه على ناحية بنحكي عنه بعدين، بس خلينا نركز مرة تانية على موضوع المهارات الناعمة. موقف آخر، يعني مثلا فكرة جديدة بالشغل وأنا حابب هذه الفكرة وبس الإدارة عندها رؤية أنه لازم نشتغل على الفكرة وهالمشروع كفريق. طيب أنا يعني بديهيا بحكي أنه أنا عندي أفكار بخبيها لحالي وما بشاركها مع فريق العمل.
معلش وضحي لي حاجه تقصدي ايه؟ انت عندك فكره بتعرضيها للاداره، الاداره مش متقبلاها، ولا الاداره اللي عندها فكره؟ لا بالعكس، انه في فكره اليوم مثلا الاداره في مشروع، الاداره بتحكي انه بتشوف انه هذا المشروع لازم نشتغل عليه كفريق. انا حابب هالفكره وعندي كثير افكار، بس بما ان احنا ضمن اطار فريق انا حخبي افكاري، ما حعرضها على طول، لانه بدي اتميز قدام المدير. طيب خلي بالك، هو في جزء من القصه دي حضرتك بتتكلمي هنا على احد المهارات الناعمه الشهيره اللي هو العمل الجماعي. العمل الجماعي خلي بالك من حاجه صار في بعض الناس بطبيعته اتربى ان هو يبقى يشتغل لوحده، فلما تيجي تقولي له اشتغل في تيم بيبقى حاسس ان انا الكريدت اللي انا المفروض اخده هيتنسب للتيم. الشطاره يعني حضرتك مثلا، انا استاذ في الاكاديميه البحريه بندرس ماجستير اداره الاعمال، احيانا بنطلب مشروع جماعي من الطلبه عشان التخرج من الماده، فاحيانا لما بنيجي نعمل القصه دي واحد منهم مش عايز يتعاون مع زمايله، فابتدينا نعمل ايه؟ نخلي المشروع ده الدرجه لكل واحد مختلفه عن كل واحد عن التاني. الحاجه التانيه ما يقدرش يعرف هو اي جزء من المشروع هيعرضه، فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ بيضطر ان هو بشكل او باخر يتعاون مع زمايله لانه ما يعرفش اي جزء هيعرضه، وعارف ان كل درجه مختلفه من واحد للتاني. فاحيانا بتبقى الاداره شطارتها خلي الناس تشتغل في مجموعه، لكن ده لا يعني ان اللي يتميز في المجموعه ياخد مكافاه اكتر من الباقيين. طيب نقطة أخرى، يعني موقف آخر، أنا شخص بركز بشغلي، باجي بحط راسي بالمكتب، ما بحكي مع أي حدا، ما باخذ ولا بعطي ولا بتشارك أفكاري، لأنه أنا شخص ملتزم بالعمل اللي لازم أنا أعمله. طيب هذه فكرة خاطئة تماماً. لانه النجاح هو فكره ان انا اشتغل واسوق نفسي كويس. يعني في عندنا في مصر هنا مثل شهير بيقول لك الزن على الودان امر من السحر. انا بشتغل وما بتكلمش عن نفسي، اللي جنبي بيشتغل اقل مني بس طول النهار بيروح لمديره يقول له انا عملت كذا وكذا وكذا. احنا كبني ادمين في حكمنا على الامور بنعتمد اعتماد اساسي على فكره اللي بسمعه. فالشطاره حتى في حاجه من احد المهارات الناعمه اسمها البيرسونال براندنج، التسويق الشخصي. فما فيش حاجه اسمها ادخل مكتبي اشتغل واقفل على نفسي، لا، انا بشتغل وبتواصل مع الناس. وفي حاجه مهمه جدا في علم الاداره اسمها البيبل داينامكس، ابقى فاهم مين بيحب مين جوه المكتب، مين بيكره مين، مين علاقته قويه بمين، عشان اوصل واترقى، مين الشخص اللي المفروض يبقى عارف امكانياتي. فلازم الجيل الجديد وجيل زاد بالذات يفهم الكلام ده، ان التواصل مع المديرين ومع الزملاء ومع المرؤوسين مهم جدا عشان اعرف اسوق نفسي تسويق جيد. طب طبعا في مواقف كثيره دكتور ما عندنا وقت انه ناخذها كلها، بس انه اهم شيء انه لما بنحكي عن موضوع المهارات الناعمه تحديدا لهذا الجيل جيل زد، انه من اي عمر يمكن او مرحله لازم يتدرب على هالمهارات، وكيف هذا اهم شيء؟ هو حكايه تتخضي تماما لما انا ارد على حضرتك، لان انا قبل ما اشتغل استاذ اداره كان عندي خبره شويه كطبيب نفسي. احنا بنقول للاب والام ان اهم مرحله في حياه الطفل بتبقى اول سنتين من عمره، لانه 70% من شخصيه الطفل بتتكون في اول 6 سنين من عمره. فاحنا لازم نعلم الولد من وهو صغير يعني ايه تواصل، وخلي بالك الولد في الاول قبل ما يتكلم بيتواصل عن طريق الحركه والملامح ونظرات العين. فاحنا المهارات دي لازم من وهو صغير يتعلمها، ولما يكبر شويه عنده 5 6 سنين 7 سنين 10 سنين اقول له من دلوقتي انا عايزك تقعد مع اخواتك تقول لهم الحاجه الفلانيه او تعلمهم الحاجه الفلانيه. مع الوقت هذه المهارات بتبقى عن ذات اهميه بالنسبه له ويبتدي يثقلها، وخصوصا لو عنده بعض الصفات ضد هذه المهارات. يعني لو ابنك مثلا خجول فانا محتاج اشتغل معاه اكتر على مهارات التواصل عشان تتحسن، في حين لو ابني اجتماعي مهارات التواصل عنده هتبقى اكثر قوه. فلازم نبتدي من فتره صغيره جدا مع اولادنا نعلمهم يعني ايه مهارات الناعمه وازاي يكتسبها عشان يعرف بشكل يعني مثلا ابنك مهارات حل المشاكل، ما ينفعش لما عنده مشكله احلها له وهو في المدرسه اقول له لا فكر فيها، طب حط مثلا الايكويشن الفلانيه. مع الوقت يتعلم يعني مهارات حل المشاكل. يعني الموضوع صعب ولازم نبتدي فيه يعني من الصغر. شكرا لك دكتور رأفت يوسف على المشاركه معنا كل هذه المعلومات. استاذ الاداره وخبير التنميه البشريه، شكرا لك، كنت معنا من القاهره.